لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. السلام عليكم. يقول الكاتب جهاد بشير في مقال نشره موقع الهيئة نت: في الوقت الذي لا تزال أزمة شركاء العملية السياسية مستعرة، ولا يزال الإطار والتيار يضحكان على المتأملين خيرا من المشهد العراقي بمبادرات صورية في شكلها وكاذبة في حقيقتها، ولا تحظى الواحدة منها سوى ببضع ساعات من الحياة، تتهافت بعض الأفكار للترويج نحو التماهي من واقع الحال والدعوة إلى التخلي عن المواقف المضادة تجاه المنظومة السياسية القائمة والعمل بجوارها أو في ظلها بمزاعم التغيير من الداخل تحت ذرائع قديمة يراد لها أن تحيا مجدداً. وبينما تحاول القوى العراقية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية المحافظة على معادلتها في هذا المشهد وعلى مكانها في ميدان الصراع، تفاجأ بمن يخاطبها أن تبدي لينا في التعامل مع العملية السياسية وأن تخفف من حدة مواقفها تجاه النظام السياسي القائم في العراق. ولما كانت أدوات العملية السياسية وما تزال تبحر في لوجج الفشل المركب، بحيث أصبحت لا تقوى على أن تحقق تفاهمات فيما بينها لتشكيل نمط حكومي جديد، فقط لأن مستويات المصالح الحزبية أخذت تتباين وصارت المكاسب مغايرة ودون طموح أحزاب وكتل تصف نفسها بأنها ذات نفوذ وقوة. فإن صف القوة الوطنية المناهضة للعملية السياسية يزداد قوة ومصداقية في انحيازه الأصيل نحو الثوابت الشرعية والوطنية والإنسانية التي تسعى في ظلالها هذه القوة إلى إعادة العراق نحو رصانة موقعه ومرتبة هيبته، حراً موحداً متحكماً بثرواته ومنعماً على أبنائه بخيراته، بما يضمن تغيير واقع حال حاضرهم والتأسيس لإشراق مستقبلهم. تدرك القوى العراقية المناهضة للعملية السياسية أن ما يطرح من أفكار أو ما يتخذ من مواقف تنتهي إلى الانصهار مع المنظومة، أو على أقل تقدير بتقديم تنازلات مبدئية في إطار توهم بفسح المجال لهذه القوى لكي تعمل على إجراء تغييرات أو إصلاحات داخلية. إنما هي طروحات واهية ناتجة إما عن نفاد الصبر وتراخي الصمود والاستسلام أمام المصاعب، أو عن قصور في الرأي والنظر، بحيث يجيز المنظر لنفسه أن يكون خاضعاً لسلطة الطاغوت مقابل أن يحظى بعيش أو وظيفة أو فسحة من العمل. وفي كلا الأمرين فإن أصحاب هذه الطروحات ينحازون بقصد أو بحسن نية نحو المادية الدنيوية مقابل الثوابت الشرعية والقيم الوطنية باعتبارها جزءاً من هذه الثوابت. مع اقتراب موسم الصيف المعروف بأيامه اللاهبة، وبالرغم من التصريحات الإعلامية التي تطمئن المواطن أن صيف هذا العام سوف يكون الأفضل كهربائياً، إلا أن دواعي الشكوك بصحة هذه التصريحات لا تزال قائمة، ليس لدى المختصين بشؤون الطاقة وجوانبها المختلفة فقط، بل امتدت إلى المواطنين متلقي الخدمة الكهربائية غير المستقرة. نقرأ مقالا للكاتب سحبان فيصل محجوب حول أزمة الكهرباء في العراق. فالإنتاج المتوقع المعلن لا يرتقي إلى مستوى الإفاء بشروط توفير تيار كهربائي مستمر يلبي احتياجات المواطنين ومرافق الخدمات العامة، ولا نعلم ما إذا تمت الحسابات على وفق الساعات التصميمية أو المنشأة أو المتاحة، وهل دخل ضمن تلك الحسابات الطاقة المفقودة نتيجة التحديدات القائمة بفعل ارتفاع درجات الحرارة لمكائن التوليد وما تتعرض له من عواصف ترابية متوقعة على امتداد مساحات العراق، بالإضافة إلى المحددات الأخرى كانخفاض مستوى مياه نهري دجلة والفرات وشحة المياه في بحيرة حمرين وغيرها. في خضم هذه الحالة البائسة، الأمراض المزمنة لمنظومة الكهرباء الوطنية، يجري إعلان مشروعات إقليمية لاستيراد الكهرباء أو الغاز لم ينفذ منها إلا الربط المناطقي مع إيران منذ سنوات مضت.
فهي تعد محاولة لتفريق دماء الكهرباء بين أطراف كثيرة على وفق نظرية أبو جهل عندما قدم اقتراحه الشيطاني بأن تكلف كل قبيلة من قبائل مكة أحد رجالها ليشارك مع الآخرين في قتل الرسول الكريم. فبدأ الترويج الإعلامي لمراحل تنفيذ الربط الكهربائي مع تركيا والسعودية والكويت والأردن. كذلك أعلنت محاولة العراق لتوريد كميات من الغاز من دولة قطر لسد النقص الحاصل في الوقود المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء داخل العراق كمصدر بديل للغاز الإيراني في حالة تقليل حجم المورد منه. كما تم إعلان العديد من التعاقدات فيما يتعلق باستغلال مصادر الطاقة المتجددة يقيناً وبالقياس على ما آلت إليه إعلانات المشاريع السابقة ووعود إنجازها منذ سنة الاحتلال 2003 ولحد الآن، فإن أغلب هذه المشاريع لن ترى النور في الصيف المقبل. باسم الزعاك ومصير ناشطي العراق. كتب محمد فاضل مقالاً جاء فيه: منذ 7 أشهر وخلال اعتصامات جمهور الإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات وأثناء توثيقها من قبل الناشط الصحفي باسم الزعاك في بث مباشر على صفحته الشخصية في فيسبوك، تم اعتقاله وتغييبه منذ 7 أشهر. عائلة الزعاك تناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعرفة مصير والدهم المغيب، علما أن اعتصام الإطاريين كان وسط بغداد عند بوابة المنطقة الخضراء التي لا تغيب عنها شاردة أو واردة بسبب عدد كاميرات المراقبة التي تراقب مداخل المنطقة الخضراء، ولم تستطع القوات الأمنية إلى اليوم معرفة مصيره، أو من الممكن أنها لا تحاول الكشف عن مصير الزعاك. كلنا نعرف مديرية أمن الحشد المتهمة بتغييب الكثير من الناشطين في تظاهرات تشرين بشهادات مختطفين تم إطلاق سراحهم بعد التعذيب والتهديد وإجبارهم على التعهد بعدم مشاركتهم في الاحتجاج. أمن الحشد التي على ما يبدو ليست تحت إمرة رئاسة الوزراء، وقد وصفتها منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في بيان لها تطالب فيه بالإفراج عن الزعاك. أن مديرية أمن الحشد الشعبي تعد من بين أكثر التشكيلات الأمنية والعسكرية غموضاً في العراق، وهي تبدو من خلال سلسلة من الأحداث الأمنية الأخيرة غير خاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة النظامية، وتملك حصانة غير مبررة من المساءلة وبعيدة عن طائلة القانون، وهذا حقيقي. أمن الحشد المتهم بتصفية ناشطين مشاركين في تشرين وبتغييب ناشطين ليومنا هذا، كيف لها أن تسمح لناشط عرف بولائه للاحتجاجات العراقية مثل باسم الزعاك أن يوثق اعتصامهم الذي هم يعرفون جيدا أنه ليس اعتصام مواطنين رافضين نتائج الانتخابات، وإنما اعتصام لمنتسبين في الفصائل المسلحة المنضوية تحت مسمى الحشد الشعبي، خرجوا بأمر من الأحزاب الخاسرة للاعتصام وفرضت على البعض عقوبات في حال لم يشاركوا الاعتصام، منها قطع الراتب والفصل، وظهرت صور وفيديوهات توثق حقيقة اعتصام الإطاريين. على مدى أكثر من شهرين من الحرب الوقائية غير المبررة التي شنت ضد بلد لم يكن يشكل تهديدا وشيكا، فشلت روسيا في اجتياح أوكرانيا، ولكنها تسببت في أضرار مادية كبيرة وسقوط آلاف الضحايا من العسكريين والمدنيين، وفق الاستنتاج الباحث تشارلز سوف بينا في مقال نشره موقع ذهال القريب من الكونغرس. وقال إن بوتين لم يكن يتوقع ما حدث، ولكن ما الذي يجب أن نتوقعه من هذه النقطة؟ يوضح الباحث في مؤسسة أولويات الدفاع ومؤلف كتاب الفوز في الحرب أن الحرب في أوكرانيا ليست مثل الحرب الخاطفة التي شنها أدولف هتلر في بولندا عام 1939، كما أنها لا تشبه سيناريو الحرب الباردة، مشيرا إلى أن هذه المقارنات مضللة وغير مفيدة. من المهم أيضا الاعتراف بأن الحرب في أوكرانيا ليست تهديدا مباشرا للأمن القومي للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن لدى روسيا ترسانة نووية استراتيجية على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، وهذا يعني أن التدخل العسكري الأمريكي المباشر قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا تهدد بحرب نووية.
كما يعني أن هناك مصلحة أمريكية في ضمان ألا يتسع الصراع خارج أوكرانيا. من السيناريوهات المحتملة في الحرب استمرار المقاومة الأوكرانية بدون نصر صريح. إن إرهاق القوات الروسية مثل التجربة السوفيتية في أفغانستان ليس مستبعداً، ومع ذلك يمكن أن يكون هذا السيناريو طويلاً، ومن المؤكد أنه سينطوي على دمار مادي هائل وخسائر في الأرواح. وإذا كانت النتيجة المرجوة هي إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن للحد من الدمار والموت، فهذا يعني تسوية تفاوضية. ويلاحظ الباحث أنه من غير الواقعي توقع عودة الوضع إلى فترة ما قبل الحرب، خاصة فيما يتعلق بقضية الحياد. ومن النتائج المحتملة لهذه الحرب القدرة على معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهناك من يعتقد أن هذا سيؤدي في النهاية إلى تغيير النظام في روسيا. وفي الواقع لدى مراجعة التاريخ لا تؤدي العقوبات الاقتصادية إلى الغايات المرجوة. نشرت صحيفة إزفيستيا الروسية تقريرا تطرقت فيه إلى آراء سياسيين روس بشأن مسألة طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته عربي 21 عن نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي شيبا أن فنلندا والسويد ترتكبان خطأ فادحا كدول ذات سيادة من خلال التقدم بطلب للحصول على عضوية في الناتو، وهو ما يرى أنها تساهم في حملة تضخيم المخاوف من روسيا. وقد أشار إلى أن هذه الخطوة لا تخلو من مخاطر، ومن شأنها إثقال كاهل دافعي الضرائب والتأثير على الوضع السياسي المحلي. وأضاف أن عضوية فنلندا والسويد في الناتو ستؤدي إلى تدهور العلاقات مع روسيا. تشير التقارير إلى أن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين يدعمان عضوية البلاد في الناتو، وقد أعربا عن أملهما في أن يتم اتخاذ خطوات على المستوى الوطني للانضمام إلى التحالف في الأيام القليلة المقبلة. وحسب صحيفة إكسبراسن نقلا عن البرلمان السويدي ومصادر حكومية، فإن الدولة تخطط للتقدم لعضوية الناتو في 16 من أيار مايو. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن توسع حلف شمال الأطلسي يهدد أمن العالم وخاصة القارة الأوروبية. وفي 5 من أيار مايو أشار الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إلى أن طلب فنلندا المحتمل للانضمام إلى الناتو سيناقش في مقر الحلف في بروكسل، حيث سينظر فيه مجلس الحلف أولا وقبل كل شيء، وبعد ذلك يجب التصديق على اتفاقية العضوية على المستوى الوطني في 30 دولة من دول الناتو. ومنذ 11 من أيار مايو أصبح معروفاً أن فنلندا والسويد يمكنهما تقديم ملفاتهما إلى الناتو في نفس الوقت. في 4 من أيار مايو قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو فإن هذه الدول ستصبح مساحة للمواجهة مع روسيا. وقبل ذلك وتحديداً في 3 من نيسان أبريل أشار ستولتنبرغ إلى أن الناتو سيجد طرقاً لتسريع قبول عضوية فنلندا والسويد إذا أرادت هذه الدول الانضمام إلى الحلف. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً للصحفيين هاري كومر ومجيب مشعل وسوهنسيني راج، قالوا فيه أن المجتمعات المسلمة في الهند تواجه أقسى العقوبات إثر توتر تؤججه حملة وطنية للجماعات اليمينية في البلاد. ونقلت الصحيفة عن محللين وناشطين وموظفي خدمة مدنية سابقين إن التوترات الطائفية في خارغون ونيودلهي وجوجرات جزء من نمط جديد مثير للقلق. وأرسلت السلطات جرافات إلى مدينة صغيرة في وسط الهند بعد اشتباكات بين هندوس ومسلمين ودون أي تحقيق رسمي أو حكم قضائي، هدمت المنازل والمحلات التجارية. وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال العنف الأخيرة انتشرت في العديد من الولايات الهندية ولها نفس الخصائص، لكن العقوبات تستهدف جانبا واحدا فقط. وتقول نيويورك تايمز إن التوتر الطائفي متجذر في خطاب الجماعات اليمينية على المستوى الوطني والتي تستهدف المسلمين من خلال الاستفزاز، وهي حملة شجعها صمت كبار قادة البلاد.
ويقول محللون وناشطون وموظفون مدنيون سابقون إن القلق هو أن الاشتباكات ستصبح أكثر توتراً، ما يدفع البلاد إلى دائرة من العنف وعدم الاستقرار. وبحسب التقرير فإن الاستفزازات التي يقوم بها نشطاء يمينيون على مستوى البلاد والتي تنتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلهم الجماعات المحلية التي تحول بشكل متزايد المناسبات الدينية إلى أحداث سياسية تروج لرؤية هندوسية أولاً للهند تنزل الأقليات إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وعندما امتدت التوترات الأخيرة إلى أعمال عنف الشهر الماضي سارعت السلطات في تلك الأماكن إلى فرض عقوبات تقع بشكل غير متناسب على المسلمين وبطرق تتحايل على العملية القانونية. تضيف الصحيفة وشهر أبريل الماضي توصلت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى أن الحريات الدينية تراجعت بشكل كبير في الهند في ظل حكم القوميين الهندوس. شارك الآلاف من المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بحق العودة، تزامنا مع اغتيال الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وذكرى السنوية 74 للنكبة الفلسطينية. انطلقت التظاهرة من أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي لتجوب شوارع العاصمة لندن. ونظمت التظاهرة حركة التضامن مع فلسطين والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا وتحالف أوقفوا الحرب ومنظمة فريندز أوف الأقصى ومنظمات أخرى. وقال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهر بيراوي إن ذكرى النكبة هذا العام تتزامن مع حالة الغليان في أوساط الشعب الفلسطيني والحركات التضامنية بسبب اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، لذلك ستكون صورتها ورسالتها أكثر حضوراً اليوم، وستكون الشاهد الأحدث على بشاعة الاحتلال وعلى ضرورة العمل على إنهاء هذا الاحتلال العنصري الفاشي الذي طال بقاؤه. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.